أهلا بكم. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياتها ضد الفلسطينيين، إذا اعتقلت 11 شخصا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية عقب اقتحام وتفتيش لمنازلهم. تركزت الاعتقالات في محافظات رام الله وبيت لحم وجنين بعد مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، في حين أعلنت الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى بسبب عمليات قوات الاحتلال بلغ 132 قتيلا. تاريخ طويل للمملكة في قيادة جهود التعايش بين الأديان، انطلاقا من إيمانها بأن ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين الأديان الطوائف المذاهب مع الحوار العقلاني يدحض تجار التعصب أيا كانت أيديولوجياتهم. تاريخ يتنافى ومحاولات إسرائيلية غربية بوصم المملكة بمعاداة السامية لكيان عرف بممارساته العنصرية. نتابع. من جدة أرحب برئيس مركز الخليج للأبحاث دكتور عبد العزيز بن صقر. أهلا بك دكتور عبد العزيز. موقف السعودية الثابت من القضية الفلسطينية عبر عنه خادم الحرمين الشريفين مرارا وأيضا ولي العهد الملك سلمان في أحد خطاباته في الشورى، قال القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، ولكن المملكة تتهم حينا بالتخلي عن القضية الفلسطينية وحينا آخر بمعاداة اليهود والسامية، ويعني الجمع بين الشيء ونقيضه، كيف يمكن في الحالة السعودية؟ يعني أولا مساء الخير لك أستاذ مفرح ولمشاهدين الإخبارية في كل مكان. تعازينا للشهداء الذين توفاهم الله في هذا الاعتداء الغاشم الذي حصل عليهم، وتمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل بإذن الله. المملكة العربية السعودية كان لها مبادرتين تاريخية، الأولى منها في قمة المغرب حينما انتقل التوافق العربي والإجماع العربي من المواجهة المسلحة إلى المعالجة السياسية، وهي تبنت هذا الموقف ودعت إليه بقوة، وكان بعد ذلك المبادرة الثانية في عام 2002 حينما طرحت المملكة حل الدولتين. حل الدولتين هو لا يساوم على حق الشعب الفلسطيني وإنما يؤكد على حق الشعب الفلسطيني، وانتقلت هذه المبادرة إلى مبادرة عربية تبنتها الدول العربية ودعت إليها، ولكن من رفضها ولم ينفذها هو الجانب الإسرائيلي. المملكة دائما كانت تدعم السلطة الشرعية الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني ومعترف بها ومتوافق عليها، وما زالت مستمرة في هذا الدعم للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية. الربط المتعسف الذي طرح الآن وهو أن موقف المملكة وهو استعداء للسامية هذا غير صحيح. من استعدى السامية هم الأوروبيون، من أوجد هذا المصطلح وهذا العداء هم الألمان والأسبان تاريخيا، ولم تكن المملكة دولة إسلامية تحترم الديانات، والديانة اليهودية محترمة، والمملكة تفرق بين الديانة اليهودية الذي يتبعوها الناس، واليهود كانوا عايشين في مجتمعات العربية في سوريا في العراق في لبنان في مصر في اليمن في أفريقيا، موجودين في القرن الأفريقي، موجودين في دول كثيرة وعاشوا معنا وتعايشوا مع المجتمعات العربية، ولم يكن هنالك أي تحفظ على هذا. حينما انتقل العمل اليهودي إلى القومية اليهودية الصهيونية، هنا بدأ الرفض، والتي قامت على أساس قيام كيان دولة إسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني باحتلال أرضه. هنالك جانبين، جانب له علاقة بالمقدسات الإسلامية وهذه قضية تخص كل المسلمين، والمملكة لم تساوم على هذا الجانب ولا بشكل من الأشكال، والجانب الآخر والحق الفلسطيني في دولته والمشروعة وحسب الحقوق الخاصة بالشعب الفلسطيني، والمملكة لم تساوم على هذا. هنالك دول رأت أن التطبيع مع إسرائيل ربما يقود إلى تخفيف حدة التوتر، الوصول إلى سلام، وشفنا هذا سواء من كامب ديفيد إلى وادي عربة إلى بعض التطبيع بعض الدول مؤخرا، ولكن لم يحقق هذا الشرط، موجود على فكرة في كل الاتفاقيات هذه ولكنه لم يتحقق. المملكة تمسكت بموقفها أن حل هذا الصراع أولا ومن ثم ننتقل إلى سلام دائم في المنطقة وتطبيع في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. مع الأسف تطرح هذه الاتهامات. المملكة رحبت، يعني قامت بجهود كبيرة على فكرة، يعني حينما قام فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بجهود حثيثة وموفقة، سواء من زيارة يعني بعض الأماكن المهمة في أوروبا بما فيها الأماكن اليهودية، بوجود يعني الأطياف
سنية وشيعية ومسيحية معه في هذه الجولة. أيضا المملكة دعت لمؤتمر القيم، وقبل ذلك كان حوار الأديان، وأيضا دعت لمؤتمر سلام باريس. فكل المحاولات اللي طرحتها المملكة قائمة على ثوابت: رفض التطرف، رفض العنف، عدم استخدام العنف ضد أي ديانة. ولكن هذا موطن اتهام للسعودية برغم كل ذلك بأنها متناقضة. في النهاية هي تدعو لحوار الأديان، ويعني التقريب بين شعوب العالم ونبذ الطائفية والعنصرية. نعم نعم، ولكن مع إدانة الخارجية السعودية لما حصل في غزة مؤخرا، كان هناك إدانات طبعا من دول عديدة، ولكن لم يأخذها، يعني لم يناقشها لا الإسرائيليون ولا الأمريكيون. ربما كان الموقف السعودي ربما فقط، هل لأنه تلك الدول غير مهمة؟ هذا لا يعنينا، لكن لماذا توقفوا عند السعودية وماذا عن التناقض في توجهاتهم؟ المملكة زعامة إسلامية لا يمكن تجاهل دورها، المملكة زعامة عربية لا يمكن تجاهل دورها، المملكة لها دورها الدولي وقدرتها وإمكانياتها ومكانتها الدولية، لا يمكن تجاهل هذا الجانب. فلذلك وما يعنيهم وما يعنيهم موقف المملكة، والمملكة لا يمكن أن تبرر عمل إجرامي بقتل الأبرياء بهذه الطريقة وبهذا الشكل. المملكة لا تقف لا مع حماس ولا الجهاد الإسلامي على فكرة، المملكة تقف مع السلطة الشرعية، وهي لا تقبل باستخدام العنف كوسيلة لقتل الإنسان ايا كانت ديانته او طبيعته بهذا الشكل. لذلك هذا التناقض وهذا الدعوه ربما كانت لاسباب سياسيه لاستخدامات معينه في الداخل، ربما لايجاد ضغط شديد. المملكه على فكره حينما انفتحت سياحيا الى العالم لم تميز بين الديانه اليهوديه او المسيحيه، انت انسان بالدرجه الاولى حينما تحمل جواز سفر للمملكة علاقة دبلوماسية مع هذا البلد وتمنح تأشيرة للدخول، أنا لا يعنيني ديانتك في هذا الجانب، لأنه هذا شيء يخصك أنت كإنسان بما تؤمن به وبقناعتك وباعتقادك. طيب سأواصل معك. إذن هو ضغط، محاولة ضغط سياسي مثل باقي المحاولات على السعودية، لكن للمملكة باع طويل في ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين الأديان والطوائف والمذاهب ومكافحة التطرف والتعصب والكراهية. نتابع بعضا من هذه الجهود السعودية في هذا العرض. دكتور عبد العزيز، قبل زيارة الرئيس جو بايدن إلى السعودية كان هناك، سبقته السفيرة الأمريكية لمكافحة معاداة السامية ديبورا ليبستاد، وقالت وقتها أنه هناك يعني جهود قد تؤدي لفتح حقبة جديدة مع إسرائيل والولايات المتحدة، بحسب يعني أنه هناك الكثير من مظاهر معاداة السامية في السعودية سابقا، وأنه هذا الأمر تغير. يعني أين هي هذه الجهود؟ لم يكن لا علاقات رسمية ولا علاقات شعبية ولا أي تصريحات، لا من مسؤولين ولا على المستوى الشعبي، يعني كيف رصدت هذه المعاداة السامية؟ مع الأسف الشديد هي قلت لك إن هي أحيانا لها أجندات سياسية وخلفيات معينة تطرح هذا الجانب. ديننا الإسلامي يرفض هذا العداء لأي ديانة ولأي شخص ولأي طائفة. المملكة دعت أيضا لحوار المذاهب، يعني ليس فقط حوار الأديان ولكن أيضا لحوار المذاهب، وفي حوار الأديان أخذ بالاعتبار أيضا الثقافات كالبوذية وخلافها، لأن المملكة قائمة على مبادئ أساسية، هي ترفض التطرف، ترفض العنف، ترفض استخدام أي وسيلة ضد الإنسانية بشكل عام، وترى أن الحوار هو الأساس. وحينما انتقلنا من في الصراع العربي الإسرائيلي من المواجهة العسكرية إلى المواجهة السياسية، وانتقلنا إلى اتفاقيات كامب ديفيد وعربة وخلافها، أصبح هذا النهج الذي تتبناه الدول. ولكن ما لا تريده إسرائيل هي الوصول للحل العادل الذي دعت إليه المملكة وأصبحت مبادرة عربية. لكن كل الجهود اللي ذكرت في تقريركم هذا، أنا أتمنى والله أن يترجم باللغة الإنجليزية وأن يبث في وسائل الإعلام الغربية حتى يعلم الغرب ما تقوم به المملكة من جهود. رابطة العالم الإسلامي مشكورة، يعني وأمينها العام فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بذل جهود حثيثة وتواصل مع العالم، وهو يقوم بجهد دولي ضخم. أنا التقيت في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك وفي واشنطن وفي جنيف وفي ألمانيا وفي بروكسل وفي باريس، جهود حثيثة كلها تدعو إلى التسامح وإلى نبذ الكراهية والعنف وإلى الوصول إلى المفاهمة السياسية المقبولة والحوار بين الأديان. ولكن التعصب الإسرائيلي بمفهوم الكيان الصهيوني الذي يريد أن يحتل الأرض بالقوة ويطرد أصحاب الحق لا يمكن أن تقبل المملكة ولا يمكن أن يقبل هذا الجانب. نحن نقبل الديانة اليهودية وكل الديانات، نحن نقبل لم نرفض وجود الكيان الإسرائيلي بشرط
حل المشكلة مع الفلسطينيين، إذا حلوا المشكلة مع الفلسطينيين ووصلوا إلى حل فنحن قبلنا في المبادرة العربية أن يكون إسرائيل جزء من كيان المنطقة. لكن معها مع الأسف هي تريد كل شيء ولا تريد أن تقدم شيء، هي تريد استخدام إسرائيل العنف كوسيلة لقتل الأبرياء والأطفال والمساكين، يعني أكثر من 130 شهيد في كم يوم، ما لهم ذنب في هذا الجانب. لكن هذه الإدانات وهذا الموقف السعودي للسلوك الإسرائيلي هذا تحيز ضد اليهود بحسب ديبورا ليبستاد. لا، هو حقيقة هو ليس ضد اليهود، هو ضد الكيان الصهيوني الذي يستخدم العنف كوسيلة ويحرم الفلسطينيين من حقهم ومن أرضهم ومن الإقامة عليها ومن حقوقهم المشروعة. يعني هذا هو الخلاف في هذا الجانب، وهو الذي اضطر الجانب الفلسطيني أن يستخدم صواريخه ويستخدم وسائله للرد على نفسه. المشاهد والمناظر كلها واضحة. لا يوجد، يعني في المملكة بشكل عام نرى أن هذا الخلاف يجب أن يحل سياسيا ونتمنى هذا، والمملكة لم توقف أي دعم للشعب الفلسطيني، لكن لا يوجد تحيز في المملكة ورصد بمعنى الكراهية لليهودية. الكراهية هي لإسرائيل كدولة محتلة بالقوة تستخدم العنف كوسيلة والضغط العسكري كوسيلة وتشرد الفلسطينيين من أرضهم ومن دارهم ومن مكانهم ولا تريد الوصول إلى حل سياسي. الموقف الدولي هل استلزم توضيحا من القائم بالأعمال بالإنابة في الأمم المتحدة السعودي محمد العتي عندما تحدث عن السماح بالرحلات الدولية بالمرور في أجواء السعودية بما فيها الإسرائيلية؟ والبعض اعتبره مقدمة وخطوة يعني للتطبيع، ولكن هو نفى ذلك وقال لن يغير شيئا من موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية. لكن السعودية تطالب مرارا برحلات مباشرة من فلسطين إلى السعودية حتى تسهيل موضوع الحج والعمرة. لماذا تعتبر كل خطوة تقوم بها حتى وإن كان احتراما للقوانين الدولية وليس لخلافها بأن ذلك يقدم للتطبيع؟ الانتقادات تأتي من دول سفراء الإسرائيليين موجودين في عواصمها. المملكة موقفها واضح، لا يمكن أن يكون تطبيع دون الوصول إلى حل مع الشعب الفلسطيني. هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يحل. إذا تم الوصول إلى حل سياسي فالمملكة قالت أن ليس لديها، في أحد لقاءات سمو ولي العهد حفظه الله قال ممكن إذا حلت المشكلة وتعايش الإسرائيليين بسلام يمكن أن يكون هنالك نوع من التحالف الاقتصادي الصناعي الفني في بعض القضايا يمكن أن تكون موجودة. المملكة لا ترفض هذا من حيث المبدأ للتعاون من منطلق المصالح للدولتين، ولكن بشرط أن يكون الحل أولا. مع الأسف فسر السماح باستخدام الأجواء والعبور عبر الأجواء السعودية على أنه يعني مقدمة لشيء ما، وهذا غير صحيح. هو هنالك بعد اقتصادي، هنالك بعد تسهيل إجراءات السفر، ولكن مع الأسف مثل ما تفضلتم أن إسرائيل إلى الآن لم تسمح باستخدام المطار الفلسطيني وبالطيران الفلسطيني المباشر من فلسطين إلى المملكة. ونتمنى أن يعي المسؤول الأمريكي أنه إذا أراد شيء فلا بد من أيضا أن يمارس الضغط على الجانب الإسرائيلي للوصول إلى حلول أفضل وأكثر مقبولية حتى لا يفقد أيضا الكثير من ما كان لهم من مكانه. بالمناسبة تصريح ولي العهد الذي أشرت إليه طار به الإعلام الغربي والإسرائيلي تحديدا، وأنه يعني هذا تغير كبير جدا في الموقف السعودي، لم ينظروا لتكملة الجملة، أخذوا لا ننظر لإسرائيل كعدو مطلق بل كحليف محتمل، وأن ذلك تغير كبير جدا في الموقف السعودي مع أنه تمها في حال حل القضية الفلسطينية وإتمام الحل السياسي، لم يؤخذ ذلك. لماذا؟ نعم، هذا ما ذكرته أنه مشروط. يعني أنا أتفق أن هنالك تهديدات إقليمية إسرائيل معنية بها ونحن معنيين بها، أتفق بأن هنالك قد يكون أمن الممرات المائية يهم إسرائيل ويهم المملكة العربية السعودية، أتفق أن التهديد النووي في المنطقة بالرغم أن إسرائيل تمتلك قدرات نووية لكن أيضا هذا تهديد نووي يهم الطرفين. هنالك أجندات قد تكون مهمة للطرفين، لكن لا يمكن أن نطبع العلاقة ولا يمكن أن ننتقل إلى تحالف ولا يمكن أن ننتقل إلى تعاون أكبر ومفتوح ما لم يكن هنالك حل الصراع الموجود القائم، لأنه بدونه لا يمكن. المملكة دائما من أيام المغفور له الملك عبد العزيز أكدت أن القضية الفلسطينية قضية أساسية لا يمكن التراجع عنها ولا يمكن القبول بأي حل ما لم يقبل الشعب الفلسطيني ويكون حل عادل وسلمي. ولذلك كل مبادرات المملكة اللي أنا ذكرتها واللي المملكة ما زالت تؤكد عليها، مع الأسف الشديد الجانب الإسرائيلي يريد أن يختار منها ما يريده،
دون أن ينظر إلى شمولية الحل التي يجب أن تكون. شكرا جزيلا لك رئيس مركز الخليج للأبحاث دكتور عبد العزيز بن صقر، كنت معنا من جدة.